اتفضلي. اهلا بيكي استاذه الزائره الفيتوري المقروف. كنت عايزه اسال راي حضرتك امبارح عن حضور ندوه توقيع الجزء الخامس من موسوعه الشخصيات النسائيه العربيه الرائده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. في البدايه انا اشكر جمهوريه مصر العربيه على حسن الضيافه وحسن الاستقبال، واشكر شبكه اعلام المراه العربيه على جهودها العظيمه اللي بتبذلها، وهي عملت يعني عملت جهد كبير وجمعت نساء كل الوطن العربي في العالم العربي كله، جمعتنا في كتاب وفي موسوعه تاريخيه. كان لي الشرف والفخر أني نكون أنا في هذه الموسوعة ومن ضمن الشخصيات الرائدة اللي اختارتها الشبكة من لجان تحكيم من مستوى العالم، لجان تحكيم راقية من أساتذة كبار في كل المجالات. أنا بصراحة عاجزة عن الكلام عن الموقف التاريخي اللي كنا عايشينه أمس، كان موقف بصراحة عظيم يحتسب لنا، لأن أصبحنا سطور من تاريخ سطر في تاريخ الوطن العربي ورائدات الوطن العربي. نشكر مرة ثانية رئيس إعلام الشبكة الدكتور معتز صلاح الدين اللي هو جمع النساء من كل الوطن العربي واحتضنهم داخل جمهورية مصر العربية وقدم لنا كل وسائل السبل والراحة والضيافة والكرم، وعمل معنا الواجب وزيادة. هذا مش غريب على الشعب المصري، الشعب اللي دايما هو حاضن للعروبة، منبع الحضارة والعلم منذ تاريخ قدم الأزل الإسلام والمسلمين.